حياكم الله. نتواجد الآن في جناح رئاسة أمن الدولة المشارك بالمهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته السابعة. خلونا مع بعض نتعرف على ما يقدم هذا الجناح للزوار. ابقوا معنا. كلية نايف للأمن الوطني أيضا من المتواجدين في هذا الجناح إجابة لأسئلة الزوار وعرض بعض الدورات وإجابة التفاصيل المتعلقة بالكلية. مركز العمليات الميدانية أيضا وفروا لنا هالخاصية وهي عملية محاكاة لاستقبال بلاغات تمس أمن الدولة. كيف تستقبلون البلاغات وكذلك طريقة العمل على البلاغات بسرية تامة. إدارة المتفجرات أيضا تواجدوا بهذه المضبوطات والتي ضبطت مع إرهابيين. كل المتفجرات والأسلحة تعرض للزوار ليروا مدى خطورتها. إدارة مستشفيات الأمن المركزي هي المعنية بسلامة النزيل في سجون المباحث العامة، فيها جميع ما يحتاجه طبيا وكذلك حتى صحيا. مركز المناصحة والرعاية بهذا الجناح يستعرض فيه بعض مخرجات المستفيدين من هذا المركز، وهو المعني بمناصحة ورعاية المستفيدين ما قبل وما بعد فترة الإطلاق، وذلك من خلال عدة مجالات: النفسي والاجتماعي وكذلك الفن التشكيلي. جناح الإدارة العامة للسجون كذلك شارك، لكن مشاركة مميزة جدا، ألا وهي منتجات من النزلاء أنفسهم، ما بين العطور، المسابح وكذلك اللوح، عائدها وريحها يعود للنزيل، من النزيل وإلى النزيل.